شكرا اذا فرقه الدفع اللي حضرت معنا اليوم في صفحه هذا اليوم اعظم من الدوائر ونحن دقيقه صمت على ارواح ضحايا فلسطين. إذن هذا الصفحة حالي بكوليكا وحدا معنا اليوم صفحة بكوليك الله إذن قصة تأزيف هذا ككل عام معنا حاضرين معنا يوم يوم الصمود طبعا 12 نحن بكل حاضرين مكان اسمع السلطانة الطراز العربي السيدة بنجلة كل الجزائرية أبو بيك صباح الخير أبو بيك صلى الله صلواتكم ودعواتكم وتوني تولينا يا الحرارية يا الحرارية أحسن زوجك مقبولا السيد هاني فرهاد من مشروع صالون الزواج والولادة صباح الخير اهلا بالضيوف الكرام اهلا بالفنانه سلطانه الطرب اللي شرفتنا بتدشين هذه الطبعه 12 فنانه كبيره وكاع نحبوها وعجبوني كثير الناس فرحوا كي شافوا اليوم شرفتينا وجبتي كثير قعدي تما ولا قعدي شكر الزوار اللي ما قدروش يصبروا ويقدروا نشكر كل الشركاء والسبونسور والبارتنير تاع الصالون اللي ساهموا باش نديروا هذه الطبعه الثانيه عشر كنا بدينا مع التدشين تاع درنا دوكا فلسطينيه كان مسلندوي تآزر مع حكمتنا في فلسطين دائما في الفرق ولا في الفرق ما نساوهمش ورانا معاهم ان شاء الله سيدة الكل على بالك اللي مازال ما تبيش كان عرب ومع ذلك ان شاء الله مع المضيفه الجزائريه هم الواحد ان شاء الله على بالك اللي فرحوا بكل بزاف المعربين معنا اليوم وش رايك في الصفحه؟ اول شيء نشكر المبادره الجميله السي هاني زقات اللي هو يعني شرفني ولبيت الدعوة بكل فرح وسرور فيما يخص فلسطين فلسطين قلوبنا رايحين زكتمي لكن قلوبنا رايحين زكتمي ولكن الكل اللي من ربي عز وجل انه تكون فلسطين حرة مستقلة كما درنا هذا اللي صار هذا اللي هو في ارض فلسطين العربيه. ان شاء الله اعطونا تسليشه حاره يعني تسلموا في بيت ماله. اذا الصالون الزواج طبعته 12 ديما يكون في عام قصير مثلا. انا مازال ما قلتلكش رايي اسمح لي. تفضل تفضل. رايي في هذا الصالون الجميل عملت دوره هكا. فيفا. وجيت وشفت يعني انا غبت بما يقارب 12 سنه ولا غايبه على البلاد. ولكن بسم الله تبارك الرحمن شيء يشرفني هي البضاعة المحلية اللي يعني أنا غير أوفي إلى الخارج يعني ما عندنا كل الخير وكل الأيادي الجميلة من يعني من الطرز من الحلويات من حتى اليوم البزرة اللي جبتاته عملته البنت الصبية ماريا الله يبارك جات أون دو جور رسمناه كيف كيف ودارت هولي وراهي يعني الجزائر بسم الله ما شاء الله في هذا العرس الجزائري اللي ربي يسترها لينا
اللي عجبني انه الشابات راهو يهتموا في التراث في الحرج في الطرز في يعني كان جات مدة معينة انه قريب لنا كلاكسون كوكو لبسنا مكاش لي فهذا الشيء شرفني انه كذلك زائد الله يبارك من زمان يعني من تاريخنا معروفين في اللباس التقليدي كان موافق معايا سي هاني فالجميل في هذا الشيء البضاعة ما تزيدوش الحقوق كما زمان تجيبوا الصاجيات تجيبوا كلش في بلادنا الله يبارك والبضاعة المحلية فالشيء عندنا نهضر معاكم وكل برا ويرجف من الفرحة على جال هذا الشيء الزيتو اللي تقولوا لي انا حكونا شويه راح تبغي باش نعرف نهضر بزاف زيتو اللي تقولوا لي يا حرام راح الله عليكم السيده فندى على بالك باللي انت جابيك على عروس الجزائريه وبما انه رانا في صالون الزواج والولاده اعطينا التحليل الزين اللي شفناها في الفيديو درت انا الله يبارك درت ارياس درت العروسه هي هي يا طالعة الدرج ارياس ارياس نودي ليلة العروسة هذا يوم العيد محمد محمد صلوا يا نوم عليه صلوا يا نوم سيدنا وحبيبنا يربح من صلى عليه حنا حنا حني في تبشير انتوما الشعب انتوما مسك هذه البلاد هو الشعب صح هاي يزيدوا لي كل الله صدر ما يتحطوا لي من عاصمتك عندها الفرس ما عادش تقاس اسمها الوضع انا شيء لا انا في اطار العرس الله لازم العرس نسمعوا ان من التراث الجزائري والتراث الوطني هي الزغروطه تاعنا زغروطه كيما الحرج كيما القويات كيما حي مربى كذلك التراث نعم ولازم يروح لما تكلمتي على التراث ولما تكلمتي على عبد الحميد فرنسا اسمي الناس ايه ده يتسلم عليكم قد تسلم عليكم كان يتسلم عليكم عيدة
الله الله كنت حبوها صاري حاجة قبل ريح حبوها كان حبوها ما نريد حبوها الله يسلمك أنا اللي حبيت نضوي عليه الدليل هذه الحزية تعتبر تورة تورة كثير يا للاهطال عاد الدرجه خاف التعقل للمفرشه علي السريق شايه على مول عيون الشاويه يا مبروك على البنيه الصيفيه الله عليك الله عليك اعطونا تسلم حرف برافو هذه تراب الحدث معك قبل بيتين تراب الحدث معك قبل بي راني جاي كنت دارت 22 سنة راني جاي كتبت الرأي الشعبي شو حسيتنا الرأي الشعبي والحوزي والقبائلي والشاوي تراب بلادي أمانة خلوها أجدادي بن قيطون وحمادة وعبابسة والخال عليه ونغني والنادي ونقول هذا فن بلادي راني جاي راني جاي وجد القبلة والعود والنادي راني جاي راني جاي كل معايا يغني راي وهي راي تا 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 وهي راي تا 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 وراني جاي راني جاي وجد القبلة والعود والنادي راني جاي راني جاي الكل معايا يغني وخلوني في حالي والعمل بحالي خلوني في حالي والعمل بحالي انتو هما تنزل غالي على جلكم راني غلال بابا 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 الله عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم خليكم يغنوا معي اشياء جديده اللي كيبان لكم طبعاها الصالون كان صالون الزواج الصالون الوطني للزواج اصبح صالون وطني للزواج اول الى ذلك انه الزبائن كوانا وزوار كتجي كعروسه تجهز عرسها تعرف الصالون واخذت العاده انها تجد كل من يلينا فيها في السنوات المقبله راح تعاود ترجع هي كفيديو مامون ويوفر لها كذلك فيها اليوم الاحتفال تاعها المهم هذا الحكايه هي والعائله كل الاشياء اللي تحتاجهم العائله واضافه الى هذا دونك عندنا السنه هذا هدية كاين عندنا راعيين رسميين في صالون هما ال جي اللي وضع ان باك سبيسيال دونك ال جي مساوش انه اصبح مصنع الجزائري للمره الثانيه على التوالي صنع باك سبيسيال بور لي فيتشر ماريين اللي راهو متوفر حاليا في باك العروس اللي راح يكون ساعة تعود جد 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 من حضر وطول اسمح لي يا زياني أنا اللي عجبني إذا كنت معها يعني دي تزوجت هات السنة راح تكون قاطع عندكم عندكم اللي ليخو بيو بلوش تحت صديرة ما شاء الله اللي بخوتوي تاع العروسة تاع الحمام تاع لويس لي كارت دو نافيكاسيون كلش كلش راهو يعجب اللي عجبني انه العام الجاي ان شاء الله تعاود تردي دير لانيات يعني اللي توجد العام اللي فات تجي دير لانيات واحد لانيات تاع لي بيبي الله يبارك يعني حاجه مشرفه وعجبني لفت نظري كذلك ان شاء الله كل شيء عرسه ما نقولش عدد بروح كريدي هنا شفت وين؟ غير موين في داير واحد سيدي بالمقدر ربع الله يبارك طلع جزائريه 100% وكي تحلوا البنك عندكم ان بو كوفر كوفر لي كوفر لي كوفر وعندكم العرايس عندكم الضوء الضوء اوكي ديري مانيفيك والله دونك عندنا كثير من الاشياء اللي راهي متوفره في الصالون هذايا واضافه الى البرنامج الفني اللي راح يكون كل يوم ابتداء من الغد كاين دي طومبولا دي كادو وفي اخر يوم بيان سور كاين عروسه راح اسمها عروسه كوفي عروسه لا عروسه
ولا حتربح بس كامل بعضنا وكاننا خبط لكن يطلبوا مقاتل لي انه يسجلوا فيها وفي Je montre à cette belle. Voilà. Monsieur Zeta, par exclusivité, donc là, il faut là, Zeta Tamitna, le parc Laros, et là, j'ai terminé la fin. دير بحث طويل كله معلم معلم ربي سبحانه كله معلم بس هذا الانسان كل شيء راكم تشوفوه هو اللي دراسه في احاره عليه في القاعده مشي وحدي مشي وحدي كان كبير بيخدم عليه وكان تاع الشركاء وكان سيدة كلها لما قلت لنا عندي قالوا بزاف ديال السيدة كلها لا تدير على هذه معلومه خطا لا لا باسكو هما تعرف يعني نعاونهم يعني بات بروبلام لكن بات بروبلام دونك بالنسبة اللي يربح في لا تومبولا يا البنات البنات اللي يربح في لا تومبولا نديرو له عرس فوالا لا سال دي فان شكون تغني له؟ السلطان يا سعدها يعني حوش في الرقص يا لا لا صح حقيقة اسمي يا كوش عرس كامل باقى من عند صالون الزواج والولادة في طبعا هي 12 فلة باش تنتهيو تشوف تخليو لك شوية ديال الناس وتزيدي تشوفي شنو تبقى من الصالون كلمة صغيرة. علاش؟ بغيت نشوفوا البناوي. أهلا من عند أخت أغنو باريس اللي هدانا هذا الحلوة الأولينا هو المعروف معروف بالمعدومة أيضا كاين دخلنا إن شاء الله ديكوراسيون أخرى في لندن نشوفوا ديكوراسيون أخرى أيضا كلمة صغيرة عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل كل يوم تدور في أروقة المعالي تعانق الكنائس القديمة وتفتح الحزن على المسجد شكرا شكرا السيد هاني اللي يعلن عن افتتاح الصالون طبعا قبل هذا الله اعطونا الصحة وسي ممكن يجيك سي ممكن الله اذا ابوسكم كل واحد زوج بوسات زوج كل نظر نظر حبكم الموت عليكم تعرفوا ما شاء الله دايما بلادنا في الفرح انتم في الفرح وتفرحوا بولادكم ولاد بولادكم كيما فرحوا فيهم معنا ازيد ديكوري لازم انا سامحه شويه ولان ذكرى كيما هذه لازم تخلد نعم طب الفنانه تاعنا السلطانه الفنانه خلينا كريمه ايضا بالتاريخ كذا اسمح لي بالصبر نرحب اذا بالنسبه لي اللي حضر معنا اليوم ولكن معنا كل عام في الصالون مطلوب منهم كاع إذا نبدو إذا كان عندكم سؤال ولا ما كاش مشكلة نفضلوا وسيلكم كثير كل اسم باسمه شكرا لكم جميعا على الحضور تاعكم أيضا هذا المؤتمر اللي حضر معنا اليوم أتذكر هل يوعد هاني أن يفتتح صالون 12 على أيضا بعد الشكر الجزيل للفنانة قديرة اللي شرفتنا بتنشيط هذه الطبعة طبعة 12 وشكر للراعيين الرسميين بيتا وال جي وشكرا لكل بارتنير تاعنا كل واحد اسمه كل لكل المشاركين العارضين في الصالون هذا شكر كذلك الى الفرقه تاع الصحافه الوطنيه اذا كنتم بالدعوه
نشكركم جزيلا كلكم، وتحياتي من فريق التنظيم كله لإصرار منذ عدة أشهر على تنظيم ونجاح هذه التظاهرة. يحييكم، ونعلن أن الطبعة 12 ابتدأت من الآن إلى غاية السادس. Alors j'annonce le salon est ouvert. افتح ال افتتح الصالون، مرحبا بكم، واخر ان شاء الله يوم من الصالون راح تشوفوني ثاني هنا مع سي هاني يعطيه الصحة وهذا البوبون الاعلامي اللي نشرف فيه وليدي، وخليك لكم الخير والربح، خوفي الخيورات اي سي باشر والله راه سي باشر. إذن أحبائي شكرا لسيدة هذه زكاه سيئة كلها لها تكمل أرجاء الصالون. إذا هذا اللجنة نادت بصغير من باس تعليم ولا يلي باغي يكسي مرته يشغلها كتانا. شكرا ماريا. إذن هاني زرقاط منظم صالون وطني للزواج والولادة وكالة بيكات كومينيكاسيون. إذن هذه الطبعة 12 للصالون على التوالي، كان اليوم افتتاح من طرف الفنانة القديرة الجزائرية فلا عبابسة اللي شرفتنا بتدشين هذه الطبعة. كان فيه كذلك كما شفتوا التفاتة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق اللي نؤازره دائما في محنته. صالون هذا العام فيه حوالي 160 عارض من كل أرجاء الوطن، وكذلك حتى من الجالية الجزائرية بالخارج اللي جت تفيدنا بخبرتها وبسلعها. حاليا راهم متوفرة كلها في الصالون الوطني للزواج. كذلك هناك الراعي الرسمي لصالون الجي اللي قدم باك العروس من طرف الجي، هو عبارة عن باك من الإلكتروميناجي متوفر في الصالون بسعر جد متميز. الثاني وهو شركة بيتا الكوسميتيك اللي تخدم مواد التجميل في الجزائر. إذن في المعرض كاين كل ما يخص العروسة والأم الجديدة من حيث المنتوجات الحفل ولا حتى البيت كذلك. فيه كذلك برنامج ثقافي ومتنوع جدا، راح يكون فيه العديد من الفنانين اللي راح يزوروا الصالون، وراح يكون فيه لقاءات متميزة جدا في خلال هذه الطبعة. صالون من 31 أول يوم إلى 6 من شهر جوان راح يستقبل زواره كالعادة، ومرحبا بالجميع. فوالا نقول لكم صالون مريح لكم ولزوارنا وشركائنا، وشكرا للجميع.